حبيبي دائما. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه؟ هو انت في حد زيك يا حبيبي؟ بابا انت لازم تواجه نفسك بالحقيقة، انت عيان. ماما لو عرفت ممكن تروح فيها، احنا لازم نلم الفضيحة قبل ما تنتشر. هو عنده حق يا بابا، يعني ايه تلتفت لنفسك؟ هتروح تلعب حديد مثلا؟ هتجوز. انت عايز تتجوز رقاصة؟ عارف يعني ايه رقاصة؟ لا بعد اذنك، ده بابا مصاحبها بس. شيك شاك شوك، شيك شاك شوك. قررت نتجوز. ريلي؟ لا بجد. الكلام داير في النايت كلوب انه هيتجوز كيت الرقاصة. يلا عشان الحباية هتشتغل. حباية ايه؟ مين اللي قال حباية؟ كانت بتلبس هدومها قدامي. هي مش تفكيرها غربي؟ اه بس رقصها شرقي. هيز ماي شوجر دادي. لقيته عامل حتوزات في سهل حشيش. ما نعرفش انت بتشتغل ايه. انا بعرف اعمل حاجات كتير قوي. حلوه توتي وامك اتشقطت. بحبك. اتجننت ولا ايه؟ ما تقول لماما قالت هتخوفني. انا هقول الحقيقه. قول. اوعى. ابوك مش محترم كرشه وعامل لي فيها شوجر دادي. شوجر دادي دادي دادي. مش هنقلع ولا ايه؟ لا اقلع بس افهم الاول. نزل ايدك. حاضر. جامد يا نمون. بنقولك نزل ايدك. خليني فرعون. انت شكلك باد بوي. لا لما كنت صغنن كنت باد بوي، لما كبرت بقيت فيري 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 باد بوي.